رمضان يعني المذكرة تضمنت إجراء دراسات لاستغلال الغاز المصاحب الذي يحرق في الهواء. هل تعتقد أن هذا يعضد الحديث عن طلب الأمريكيين من الوفد العراقي إيقاف استيراد الغاز من الجانب الإيراني وتوجيه ملف الطاقة في العراق بعيدا عن إيران؟ أستاذ رمضان، نعم، أنا لا أسمع جيدا لشديد الأسف. الآن تسمعوني بشكل أسمع، واضح؟ لا أسمع شيء لشديد طيب، الأسف. حتى يتوفر الصوت سأعود إليك بكل تأكيد. أحيل السؤال إلى دكتور أحمد، كما سألت المذكرة تضمنت إجراء دراسات لاستغلال غاز مصاحب، هل يعني ذلك تعضيدا لما جرى من حديث عن طلب أمريكي من بغداد بإيقاف استيراد الغاز الإيراني وإحالة ملف الطاقة بعيدا عن إيران؟ هذا ممكن أن يدخل ضمن هذا الإطار، يعني حتى لو لم يكن هناك طلب سياسي أو ربما ضغوط أمريكية، يفترض يعني من الناحية الاقتصادية أن يتم استغلال الغاز الطبيعي الموجود في العراق. يعني حضرتك تعلم أنه 70% من الغاز أو 65% يحرق هدرا، وهذا يقدر الحرق بحدود ملياري دولار قيمة الغاز المحروق، يعني ما يقارب 18 مليار متر مكعب تحرق سنويا. بالمقابل يستورد العراق أو يدفع ملياري دولار إلى جار إيران من استيرادات الغاز الطبيعي، والتي تقدر بحدود 50 مليون متر مكعب يوميا. يعني الجدوى الاقتصادية أكيد مهمة جدا في هذا الإطار، فيما لو تم استغلال الغاز بشكل حقيقي من قبل سيمنز، من قبل جنرال إلكتريك، وهذا ممكن أن يكون بشكل تدريجي في المستقبل، ممكن أن يقلل من مستوى استيرادات الغاز في مقابل استغلال الغاز الموجود في العراق. أيضا هذا ممكن أن ينطوي حتى على جانب بيئي، لو استغل الغاز بشكل حقيقي بالإضافة إلى العوائد الاقتصادية، بالإضافة إلى تزويد محطات الطاقة الكهربائية، هذا ممكن أن يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتلوث بشكل عام. وبالتالي هناك جوانب اقتصادية مهمة حتى لو لم تكن هناك ضغوط أمريكية. أكيد الضغوط ممكن أن تكون موجودة، ومن مصلحة العراق أن ينوع من مستوى الاستثمارات، ووجود مصالح اقتصادية دولية لشركات كبرى مثل جنرال إلكتريك وسيمنز مسألة مهمة جدا. يعني في هذه الحالة أكيد سوف تكون السياسة داعمة لهذه المصالح الاقتصادية بشكل أكبر، وهذا بالنهاية له عوائد إيجابية على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام.